للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا حسين حمدي الناقد الرياضي. أستاذ حسين، في البداية أرحب بك معنا في هذه النشرة الرياضية. هل تستطيع وهل قادرة إنجلترا على تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخها على حساب إيطاليا في المباراة القادمة؟ هو تأهل إنجلترا طبعا كان تأهل تاريخي، وإنجلترا قادرة أن هي تكسب اليورو، لأن المباراة ما هي بتتلعب في ويمبلي وكمان قدام حضور جماهيري. عارفين السنة ونص اللي فاتوا كنا بنلعب من غير جماهير بسبب فيروس كورونا، فبالتالي وجود الجماهير وأعداد كبيرة في ويمبلي ده يكون دافع كبير جدا أن إنجلترا تفوز باليورو والأول مرة في تاريخها. والجيل ده بصراحة ساوث جيت من ساعة ما بدأوا من الصفر من 2016 لحد دلوقتي أظهر شخصية ما كانتش موجودة عند الإنجليز قبل كده هو. وده يقول لنا إن هم مش هيكونوا منافس سهل خالص قدام إيطاليا في النهاية. نعم أستاذ حسين، يمكن تحدثت عن فكرة الدعم المعنوي والمادي للمنتخب الإنجليزي وفكرة أيضا دعم بوريس جونسون بنفسه لهم، هل كلها أو هذه كلها عوامل ستساعد على تحقيقهم لللقب؟ بالطبع زي ما بقولك الجيل يعتبر جيل غير عادي. كان دايما انجلترا على مدار تاريخها بتمتاز انها عندها اسماء لعيبه وعندها اسماء كمان في المدربين، ولكن الناتج بيكون صفر. وده عشان كده بنشوف ان انجلترا بتلعب اول مره نهائي في تاريخها، غير ان هم ما كسبوش كاس العالم غير مره واحده بس سنه 66، وبالتالي كانت دايما المعادله عندهم بتبقى غلط. يعني انت تبقى عندك اسماء كبيره جدا ولكن المردود في الملعب ما يوازيش القيمه الفنيه للعيبه دي. ولكن الجيل الحالي في بعض الاسماء النجوم، ولكن في بعض الاسماء متوسطه، ولكن المجموعه كلها لا، مجموعه عندها شخصيه لاول مره في تاريخ انجلترا. مثلا ممكن يكون في اخر 20 سنه، خلينا نحددها في اخر 20 سنه، صح. هو يعتبر اقوى جيل. أستاذ حسين حمدي الناقد الرياضي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل.